حياكم الله في حلقة جديدة من تسريبات تيك فويس. هذه حلقة أسبوعية نطلقها كل يوم اثنين، نتكلم فيها عن آخر تسريبات الأجهزة الذكية والملبوسة وحتى أنظمتها. أنا أدهم، وخلونا نبدأ هذه الحلقة. بما أننا نتكلم عن التسريبات، أكيد إيفليكس لا علاقة، وإذا ما تعرف هذا الشخص فهذا الشخص هو أحد أشهر أو ربما أشهر شخص في عالم التسريبات. دائما يعطينا تسريبات تكون صحيحة بنسبة 90 إلى 95%، نادرا جدا ما أخطأ هذا الشخص في التسريبات. اليوم أعلم من خلال حسابه الشخصي أنه تقاعد عن هذه الشغلة. طبعا أنا شخصيا ماني مقتنع بسالفة أنه تقاعد وما تقاعد، أعتقد أنه شركة هددته قضائيا أو غيره، ما أدري صراحة، بس أيا كان السبب بالنهاية في برنامج تسريبات تيك فويس. خبرنا الثاني راح يكون عن نوكيا، وقبل لا أقول هذا الخبر لابد أن أوضح للبعض. في ناس يحسبون أنه مايكروسوفت اشترت نوكيا بالكامل، وهذا شيء غير صحيح. مايكروسوفت اشترت قطاع العتاد من نوكيا، واللي هو كان مهتم بصناعة العتاد وبصناعة الهواتف الذكية تحديدا، وهذا اللي كانت تبغى تستفيد منه مايكروسوفت. مايكروسوفت اشترت هذا القطاع واشترت مع براءة الاختراع، واحد بنود العقد كان يحق لمايكروسوفت أنها تستخدم اسم نوكيا لعشر سنوات قادمة. بعد العشر سنوات خلاص ما تقدر. فأيضا أخذت مع حقوق البراند اللي هو اللوميا وهواتف آشا اللي هي منخفضة السعر. لكن بعيد عن هذا الشيء، لو تلاحظون في بنود العقد، نوكيا الأصل اللي ما عاد صار عندها قطاع عتاد وهواتف ذكية ما زالت موجودة وتشتغل في أشياء ثانية، وهي اللي طلعت لنا الزي لانشر واللي هي واجهة لأندرويد خلال الفترة الماضية. أضف إلى ذلك أنه أحد بنود العقد اللي حطتها أنه يحق لنوكيا الأصل أنها تستخدم براءات الاختراع اللي اشترتها مايكروسوفت منها، بالإضافة إلى خرائط هير ومع عقد قابل للتجديد. وهذا يخلينا نتساءل ليش نوكيا تسوي هذه الخطوة، معناته أنها تحط لنفسها باب أو بوابة أنها ممكن ترجع لسوق الهواتف الذكية. اليوم خبر يقول أنه نوكيا عرضت عدة وظائف لمصممين مبرمجين والأهم خبراء في الكاميرات للأجهزة المحمولة وبرمجتها مع نظام أندرويد، وبالتالي أنه في شوي تقارير تذكر أنه نوكيا الأصل اللي إحنا شفنا أجهزة منها بكاميرات قوية زي 1020 بنظام ويندوز فون، أو حتى أجهزة بغير نظام ويندوز فون كانت 41 ميجا بيكسل وحتى أكبر وبأداء عالي، ناوية ترجع لسوق الهواتف الذكية لكن هذه المرة عن طريق نظام أندرويد. وأنا متأكد أن في ناس كثير جدا كانوا بدهم يشوفون كاميرات نوكيا لكن بنظام أندرويد، فهذا الشيء يبدو لي أنه راح يتحقق عما قريب. بالحلقة السابقة تكلمنا عن هاتف HTC رائد بنظام ويندوز فون، هذه المرة تسربت صورة هذا الهاتف واللي يبدو لي بأنه راح يجيب نفس تصميم M8، احتمال يكون اسمه W8. هذه المرة راح تلاحظون أنه فيه سماعات البوم ساوند، السماعة اللي بالأسفل نازلة تحت شوي، بالإضافة إلى أنه حسب التسريبات ما زالت راح تحمل كاميرتين الخلفية اللي يسمونها الدو كاميرا. أتمنى أنه ما تكون 4 ميجا بكسل، إن شاء الله تكون أعلى، مع أنه ما ظننتي راح تكون أعلى. أيضا راح يكون في واجهة بلينك فيد، لكن عشان ويندوز فون ما يتيح للشركات أن يعدلون على الواجهة مثل أندرويد، فبالتالي راح يتواجد كتطبيق. بعدها راح نتكلم عن شركة ون بلس. حسب التسريبات الأخيرة في ساعة راح تجي منها اسمها ون ووتش، وهذه الساعة هي ساعة ذكية من ون بلس واللي راح تجي بتصميم دائري زي الموتو 360، تقريبا راح تستخدم الجلد، راح تدعم الشحن اللاسلكي، والبطارية راح تكون في السوارة، وهذا الشيء راح يكون غريب شوي. كذلك راح تجي بكثير من التقنيات المتقدمة، وعموما يبدو لي انه راح تكشف عنها قريب جدا. لكن من ناحيه السعر حتى الان مو معروف، لكن المتوقع انها راح تكون حول 100 دولار او شيء، يعني عموما راح تتبع نفس السياسه اللي يكون السعر منخفض، وهذا يخلينا نتحمس زياده لهذه الساعه من ون بلس. في خبر بسيط تتكلم هذه المره عن ايفون 6 انه راح يتاخر. احنا اللي عارفين انه الشهر القادم في سبتمبر احتمال تعلن عنه ابل، لكن الان طلع خبر انه احتمال يروح الى 16 اكتوبر. شخصيا ما زلت متمسك بالراي اللي يقول انه الاعلان راح يكون في سبتمبر، وغالبا اتوقع انه الاطلاق في السوق واحتمال يكون 16 اكتوبر. عموما كذا او كذا، مثل كل سنه لما ابل تروح تحجز القاعه اللي راح تسوي فيها المؤتمر على طول ينتشر الخبر، لهذا اعتقد انه قريب جدا تقريبا في نهايه هذا الشهر راح يطلع خبر انها حجزت القاعه عشان على اساس مؤتمر سبتمبر. هذه المرة عندنا زيادة تفاصيل عن الجالكسي نوت 4 من سامسونج، وهذا الجهاز اللي يفترض انه يجي بمواصفات اعلى من جالكسي اس 5 بكثير. هذه المرة يقولون انه راح يكون في نسختين كلها بحجم 5.7 انش، لكن احدهم راح يكون بشاشة متسطحة بالكامل، بينما الاخرى ممكن تكون منحنية من الاطراف او منحنية شيء بسيط. واعتقد انا شخصيا اتوقع انه هذه النسختين ما راح تتوفر كلها عالميا، ممكن واحدة من النسخ تكون لدولة معينة مثل كوريا او شيء زي كذا، لكن على العموم بقية
المواصفات تقول بأنه هذا الهاتف راح يحمل رام 3 جيجا أو 4 جيجا، وهذا شيء ممكن يكون ممتاز، بالإضافة إلى معالج سناب دراجون 805 بقوة 2.5 جيجا هيرتز رباعي أو حتى ثماني، وبالإضافة إلى هذا كله راح يكون في شاشة دقتها عالية واللي هي راح تكون 2K مثل الـ LG G3. الكاميرا الخلفية راح تكون 12 أو 16 ميجا بيكسل وراح تكون مزودة بنظام مانع اهتزاز. من ناحية الإعلان فهو تقريبا راح يكون في شهر سبتمبر في مؤتمر الـ IFA لكثير من الشركات الجاهزة أن تعلن على هاتف. وبكذا يبدو لي أنه انتهت حلقتنا. أنا أدهم من تيك فويس، لا تنسون لايك وحتى سبسكرايب على أساس تعرفون إيش أجهزتنا الجاية اللي راح نتكلم عنها أو حتى حلقاتنا القادمة. أشوفكم الفيديو القادم، مع السلامة.